حدثيني عن وضع النت باللغة العربية الفصحى. شو؟ هلا وضع النت بالفصحى أفي نحكي لك بحكي لك بالعامية. بالعربي؟ بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. ساعدنا بكثير من الشغلات، بكثير من الشغلات. بدلنا. إيه منيحة منيحة ما حالها شيء. عن وضع النت باللغة العربية الفصحى؟ ما فهمت السؤال، في صيغة تانية لإله ولا؟ شو بدأ يعني شو السؤال؟ وضعها مزري كثيرا كثيرا بالفصحى اكثر من هيك. وضع النت الانترنت. ايوه حسن، لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. وضع الانترنت بشكل عام ممتاز. فصحى هي فصحتي انا. ايه رايك في اللي سمعته؟ نحن جاي عند لعند اللاصقي وتقلي لي بالفصحى. نحن ما بنحكي بالفصحى. ما هكا هلا شو بدي احكي بالفصحى؟ صعب والله صعب. وضع النت بطيء بطيء بس بطيء. ايوه بالفصحى بالفصحى. بفتكر القرايه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله. بتعرفي حرف الثاء؟ لهلا بعرفك بالفصحى. اسمعي واسمع انت كمان عشان بتنبسط من الحاجات دي. وضع النت، النت ممتازا جدا في الجامعة، كهرباء ممتازة، فنركب الواي فاي. فصحى تامة 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 تامة. يعني هادير نلعنا لك ما عندي شيء نحكي يا زفتي. لك ما بقدر خلص. بلا خلص. غير مرة شو بالفصحى ما بعرف. اصلحنا ما خدناهاش دي. والله ما بعرف دي.